같이 부부래 today we are back. كل كيف ما جايكم على كيفاش فات لي العام تاع الباك كومبلي من الفيديو حتى التالي. دخل قربت وكنت داخل فري كونفيوم روحي سرعه كاع لا فامي تاعي تحرم فري انا قرر غادي ندي اخر منكم منا سيت امو غير فوت على كوزينه ولا نلقاها تما تنخلع مول بوك فلفل بوك البوك لا ما تخميش لا ما تخميش مول بوك تاعي ما تهضرش معايا خبو صاي سيقول حاجه بدي طيب الكادو اكي فين بدي طيب الكادو سيبوني من قديك الكونفيونس كنت فري متحمس ودير تشري بصوالح منا وجيت ندخل نقرا حماس ما ديك انا متحمس نلعب شوف كرة 63 راني جايبها 64 راني جايبه 200 800 400 راني جايبهم كاع اقلام ملونه اقلام الرصاص اقلام الحبر اقلام الحبر نسيتهم اقلام الحبر لوزرا ستيلو حمر ستيلو كحل ستيلو صفر ستيلو صفر وين نلقاو ستيلو بعد مانيش عارف شحال ليتر خشيبات خشيبات وين نلقاهم خشيبات مسطره مصطفى 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 وين نلقاو اي اوفا دخلنا الكلاسة كي دخلنا الكلاسة اخوتي ما كاش اللي يطيح في كلاسة ما يتمناش يخرج منها كاع كاع على بالي بلي كاع خوتي دخل في كلاسة مكون ستيبيا كاع عمي كلاسة كي دايرة والله ما نقعد هنا شاني قاعد ندير الغدوة ديريكت واش عارف كيف والفتهم ولا اصحابي كاع اصحابي مليحة لا ضرب مكي راه حميدة اه ملي تعرف اسمها اه ملي تعرف اسمها اسم اختي ما تعرفهاش اسم اختك سارة سارة حبيبتي اختها ما تعرفيهاش تعرفش اختها سارة كيف عمي كاع تلعب سارة نوفمبر 8 شهور على البوك ما كنتش كاع مستانسين بالوقت وتي كنت فري اوليز دهوة هانية سمع زرقاء الراحة نتعرف تلاميذ جدد دي زامي دي زامات هاو غي دي زامي تعرف تاني بالاساتيده ونتصرهم اختي كنت انتيليجون تاني ماشي غير هو ميرسي بوكو الليسي حسين حسين كاع اللي خدموا تما ميرسي فريمون بوكو كنت فري اوليز خوتي فري اوليز ويجيك داك الاستاذ سير راكم ولادي ها الباك يفوت في راكش العين غادي تغمض تحل عينيك هذا الاستاذ خوتي ما كانش اللي ما يخرج داش بديت العام تاع البوك هذا كائن شائع على الزرافه اضحك انا سيدي ضحك انت دخلت نزيد لك خوتي في المات سيونس فيزيك كي دخلت الضربه الاولى لقيت الشعب كاع فوكس متحمس للدخله من النار الحيويه بدات تظهر كانوا جدد باك مازال ما شوهوهم راه ما عاد جدد هاكا راك فاهم انا تاني دخلت معاهم كنت عاد ما تشوهش انا ابراهيم بكري مشوه اضحك عليا سو كنت نزعق انا مشي من بكري مشوه انا بكري شو لا انا مشيت دخلت هكا بلا هكا مستعد للبكالوريا شو كي دخلت ليك اخوتي كنت فري فري باغي نقرا فري باغي نقرا اخوتي فري باغي عنده ثلاثة تعليق جروب وكل واحد فينا يخلص 400 ألف في الشهر طيح له واحد 24 مليون في الشهر خلب راه يدخل بزاف دراهم هذا الاستاذ لا ما نقراش عند راه يدخل بزاف دراهم انا ما نقراش استاذ روح للمرحاض ريح كيما راك ولدي وحال التمرين روح للمرحاض على بيا راك تدخل 123 مليون في الشهر شافي لا راك غلط انا حسبتها طلعت لي 185 مليون في الشهر استاذك مازال ما تموت جونفي 6 شهور قبل الباك ودي 6 شهور قبل الباك تي بون دروك راك انسان عندك الباك تاع الصح ناس بدات تستوعب اللي عندها الباك اللي ريزو سوسيو تاعي قاعد تحول المكتبه ملخصات مكتفات برامج وتم صار بديت نقول باللي الباك ما بغاش بزاف تاع خويا افطن صاي اقرا اقرا باسم ربك الذي وبدا يخرج لي دوك العباد اش ديك دوك العباد باقي يخافوا منها الناس شافيه كاع شافيه تربيه مدنيه سهله انا سيزيام سيمانه التاليه قريت له ادي لي ليكسبيريونس ديها ليا الباك الباك راه هنا في الجيب لا ما راه سهله دينا غير هنا في التقاشير وما عليه يا راجع مليح وصاي ساهل يا ساهل ساهل يا ساهل يا باك في الجيب مالك ساهل هاكا خوتو لعبت الرافس شور فري بزاف نهضروا الحقيقه شور فري بزاف كيفاش شور فيها والله نقول لكم شحال فيها 182 نهار باقيش بزاف 182 على غالب اوه كون جايبين القرايه انا غادي نبدا السيمانه التاليه نبدا نحفظ شو صاحبي غادي نرقد كي تصوني نوضني من الاخر
شكاين ما بقالنا شهرين. كيفاش ما بقالنا شهرين؟ ايش وياه هذا قلت لك ودي كي تصوني ما نوضنيش ديال الاصليه كذا ديال الاصليه شدي ديال الاصليه مات 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 ما تعقلي اخوتي كيفاش فاتت ديك 3 مون يا راني نقول لك فري ما حسيت بيها ديريكت على راسي داك الاستاذ سيروا راكم ولادي ها دابا قبل بافوت ديزانستالي كاع لي ريزو سوسيو ما كاش ساعه اخوتي ما اخر بوست حطيته شبيبه في الانستغرام ها ولا ترى لي فيرتشال تاعي اخوتي اخوتي بدات تعود تزير كاع لي ريزو سوسيو ديزانستاليتو ما عدا الريزو سوسيو المفضل اليوتيوب خوتي اليوتيوب فريمو عاوني في ذاك الوقت خوتي كانوا فيه واحد بروف ما شاء الله الله يعطيكم الصحة كاع سيونس مات فيزيك بلا عليك كاع ليكم هذا دي فوا كي كنا نقراو هكا نراجع علم فيزيك كاش حاجة خرجوا لي واحد الفيديو تاع موتيفاسيون وانا تما هذا ما كون مسحقي اللي يقلي موتيفاسيون باش نقرا ندخل فيهم ديريكت السلام عليكم ليكيب الباك باقي على شهرين تقول ليش مانيش قادر نجيبها حل تقول لي ماش قادر نجيبها الباك ساهل خلاص سهل 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 خلاص خلاص تقول ليش ما لقيتش نقرا صاحبي مازال باقي الوقت مازال كيف هيا نوض هيا نوض فطن هيا نوض هيا قلع هادي فوت 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 نيجاتيفيتي نعرف واحد راني نقول لك 15 يوم تالي قرا هذا ما كان شحال جاب 17 67 نعرف وحده قرات لها في ساعه جابتها ب 11 ثاني يقول لي نعرف واحد قرا في 6 دقائق توالا 6 دقائق جابها ب 10 واحد كاع ما قراش كاع ما جابهاش شاك باي جيبه باينة ما قراش كيف جابتها كيف ما تقراش ما تجيب وتما فرمضان تاني تاني كنت فريم ستريسي من نبقى دور مو أبديت البرامج المكثفة صاحبي سيت ندير وحدي من نار طاك طاك هوت عبد عمر رحمه نقصح أو بيرسون عطاني يا الوظيفه مريقل ما درتاش اسمح لنا عمر واللي في يوتيوب خوتي للغالب وقعد تكتب برامج مكثفة شوال خوتي بزاف صاحبي بزاف السلام عليكم ليكيب برنامج مكثف تاع قرايه صاحبي هذا البرنامج تقدم 20 21 22 نورمال قرا 21 22 باسكو كاين يداوها نورمال كي تنوض 8 تاع الصباح صاحبي غادي تغسل وجهك تروح تواليت دخل معاك التواريخ ولا ربعه انت تقضي في الحاجه تاعك راك تحفظ فيهم هاكا يدخل لك في العقل 5 دقائق تاع قهوه معاها حل معاها داوها على ربعه صاحبي هذه هذا هو ما تنسوش حبابي يوميا عندك 2 دقائق بكاء والله ما تبكي ما تنجح هذه المكثفه ابكي شهر للباك الدعوة بدات تتالف ودي شهر الباك تلامي كاع يكونوا متشوهين انا بعد زدت حاليت ثم تخاف كاع ميرويات مراجعة السبور وديت في مراجعة دورات خوتي على بالك دخت دخت بالدورات دير دورة حول الجزائر بدات 30 يوم غير مراجعة حليت تمارين بزاف كنت جبت حوابي نحل معاهم التمارين كنت نجيب واحد صاحبي عالم نابغة نحل مع التمرين نقدم لكم فرعون طلعت اساتذه يسدوا لي كور يستعدوا لي كور استاذ صحيح تاع الماتس رياضيات ميرسي بوكو ما تحسنش من ذي استاذ ابراهيم من افضل اساتذه تاع الصف وثاني كان استاذ الحاج تاع الماتس ثاني فريمو هادو وفري عون يا وثاني نقول لك كنت نروح لليزان دي فيديوهات نهار الباك ماش نحكيكم كاع كيف فات السيمانة تاع الباك فات السيمانة تاع الباك حطينا قال علينا سلكنا كرطابنا درنا شوية من شوية منا هي قال درنا شهرين توالا لمينا حطينا السيمانة التالية والحمد لله درنا اللي علينا الحمد لله ومورا فاتت 21 يوم حتى 16 جويلي الريزلت